السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام اهلا بيكم، واللي اول مرة يشرفنا في القناة اهلا بيكم. ما تنسوش الضغط على لايك ومشاركة، وان شاء الله تشوفوا مننا كل جديد باذن الله. انا عندي هنا متر من قماش الجينز زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. بطبقه على اربعة، واتجاه البرسل ناحيتي اهو، تمام بالشكل ده. بساوي القماش، دي الخطوة الاولى اللي دايما بعملها في اي حاجة، بساوي القماش بالشكل ده. خلاص كده سويته. هشوف بقى الجزء ده كده كام. عندي هنعمل بنطلون واسع، تمام. طيب انا هنا القماش بتاعي كده انا عايزة عرض حوالي 31 سنتي اهو، هاخدهم الناحية دي 31 سنتي بتوعي بالشكل ده على طول البنطلون اللي انا محتاجة اعمله. اللي انا محتاجاه اهو طول البنطلون حوالي هيكون 94 سنتي، علشان هعمل له قص عريض من الاسفل، فهيدي شكل حلو، فلازم يكون واسع ومستريح، تمام. البنطلونات اللي في السوق الجينز مش مريحة خالص، الحجر بتاعها صغير ومش مريحة بالمرة، تمام. يبقى ده المستطيل اللي انا محتاجاه، طوله 95 سنتي يعني متر الا 5 سنتي، والعرض 31 سنتي. يبقى المستطيل اللي انا هتحرك من خلاله هو المستطيل اللي باللون البينك ده اللي انا هتحرك، وده مجرد قماش زيادة انا ممكن استخدمه في اي حاجة، تمام. طيب هنا هقص لكم قماش زيادة علشان تعرفوا احنا بنتحرك في ايه. كده خلاص انا حددت المكان اللي انا بشتغل فيه. لايك يا جماعة فضلا وليس امرا. شلت كمان الزيادة من فوق اهو، تمام. المستطيل عندي اهو، ركزوا معايا في الخطوة دي، انا عملتها بس في ناس لسه داخلين القناة جديد. انا عشان انزل بحجر البنطلون يا جماعة، لو انا هعمل الاستك من نفس البنطلون بنزل 30 سنتي لكل الاطفال، تمام. لو انا هعمل قمر خارجي بعيد عن البنطلون بنزل 20 سنتي بس، تمام. لو انا هعمل استك جوه البنطلون يبقى انا هعمل 30 سنتي، 30 سنتي اهي، تمام. بالمسطرة بروح داخلة حوالي 8 سنتي. البنطلون للبنات المليانة شوية، فلازم تبقي عاملة حسابك على 8 سنتي اهو بالشكل ده، تمام. والمسافة دي اللي هي 8 سنتي هي هياها المسافة اللي هنا 8 سنتي، ملهاش اي اهمية غير اني بس بتساعدني ان انا اعمل من خلالها الدوران. وقلنا الدوران اهو باي حاجة عندي بعملها اهو، بس يبقى انا كده عملت الدوران بتاعي بتاع حجر البنطلون، تمام. طيب البنطلون لو انا عايزاه واسع خالص السريت انا بسيبه بالشكل ده، ما بعملش فيه اي تعديل. دي طريقة البنطلون الواسع، ما بعملش فيه اي تعديل خالص، هو ده كده طريقة البنطلون الواسع، تمام. طيب بصوا بقى، بس هسيب الجزء ده كده عشان لو حبيت يعني احتاجه بعد كده اتنين تانية كفاية اهو. وبقص الدوران بتاعي اهو. انا كده خلاص ما عملتش اي حاجة غير اني بصوا المستطيل بتاعي اهو، ما شلتش منه غير الجزء ده بس، ما عملتش حاجة تانية، تمام. ده كده بنطلون على فكرة اه، وبنطلون واسع وعلى الموضه كمان، تمام. ولما باجي افرده بالشكل ده، عشان قلنا احنا بنعمل فيديوهات سهله والبسيطه دايما لكل متابعينا الكرام اهو، شايفين مفيهوش اي حاجه. بروح عامله تركيه بسيطه جدا جدا جدا. ده كده خط النص اهو اللي فيه التطبيقه بتاعه القماش، بنزل منها حوالي 3 سنتي ل 4 سنتي، نزلت 4 سنتي
وده كده عندي الامام اهو، وهنا بدخل حوالي 1.5 سنتي مش اكتر وبنزل بيها على طول، وبكده اكون عملت تحديد ما بين الامام والخلف. بس الخياطة ولا اسهل ولا اروع من كده، وممكن تعمليه قياس حضرتك كده قياس الكبير بنفس الطريقة، بس بدل ما بنزل 30 سنتي اهو البنطلون يا جماعة، بدل ما بنزل دول 30 سنتي انا بنزل 40 سنتي، وبدل ما بخش 8 سنتي انا بدخل 10 سنتي. الخياطة بالنسبة لي مش هخيط غير الجزء ده والدوران ده وبس. البنطلون ده كلفني 50 جنيه بس 8 متر القماش. خلاص انا خيطت الدورانين اللي انا قلت عليهم، بفلت بقى كده القماش بتاعي اهو، الحجر عندي اهو يا جماعه، بروح واخد الحجر على بعضه بالشكل ده وجايه هنا عشان اخيط رجل البنطلون. بمر على الحجر بتاعي، ما بلاقيش اللي انا محتاجاه في السوق لان كل البنطلونات زي ما قلت لحضراتكم ضيقه وماسكه وكلها ستريتش كده، حاجه يعني مش لطيفه. اهو البنطلون بتاعي خلص. الاسك بتاعي بيكون اقل من الجزء ده ب 15 سنتي او بيكون بالوايم كده، يعني اقيسه على الوسط اللي انا عايزه اعمله اهو بالشكل ده، وبشيل الزياده، والاستك عشان يتخيط لازم يجي على بعضه كده، ما ينفعش اخيطه كده جنب. يلا بروح في الظهر كده واخده الخياطه بتاعتي ونازله بيها كده زي ما قلت لحضراتكم اهو، وبتني كمان كده اهو تمام، وببتدي بقى من الحرف50 جنيه وتعملي احلى بنطلون في 3 دقايق. يمكن يعني هي التفاصيل بس اللي خدت الوقت، لكن هو ما خدش وقت خالص. عايزه اقول لكم اقل بنطلون جينز دلوقتي اكيد كلكم عارفين، واكيد كلكم في السوق واكيد عارفين الاسعار ازاي غاليه ومشقه للاسره اللي فيها اكتر من طفل اهو. وبفرد برضو الخياطه هنا الخطوة الأخيرة، بنتني رجل البنطلون تانيتين علشان الجينز بينسل. عملتوا لايك ولا نسيتوا؟ طيب أنا بفكركوا عشان لو نسيتوا اعملوا لنا لايك تشجيع لنا على تقديم المزيد إن شاء الله. وبشكر كل المتابعين وكل المتواجدين، وبدعي صديقتنا العزيزة إيمان رونالدو كريستيانو أو كريستيانو رونالدو، دايما بتلخبط في الإيمان، ربنا يتمم لها على خير ويقومها بالسلامة يا رب، ويقر عين كل مشتاق، ويدي كل الناس اللي نفسها يا رب تشوف ذرية يا رب، اللهم آمين. اهو دي كده تانية البنطلون. لازم تاخدي بالك من لون الخيط عشان يتوافق مع الحاجة اللي بتعمليها. اهو يا جماعة البنطلون زي ما حضراتكم شايفين جميل وبسيط وواسع ومريح جدا جدا جدا. اتمنى يكون عجبكم، تنسوش اللايك والشير والاشتراك. بشكركم جدا جدا. ممكن تعملوا كمان استك من الرجل الاسفل يبقى زي بنطلون علاء الدين كده، لكن هو مريح كده لانه واسع. بشكركم جدا.